أولا سؤال الذي يأخذ نسبة من الاحتياطات في التعامل مع هذه الجائحة، من فضلكم يرفع يده، سواء كان ملتزم بالكمامة أو بغسل اليدين جيدا، أو الذي هو مهتم بأن يكون له بعض الإجراءات يرفع يده تفضلا، بجد يعني بصدق، الذي هو مهتم باتخاذ بعض الإجراءات التي فيها حيطة يرفع يده من فضلكم. شكرا، أشكركم على الصراحة. الذي هو غير مبالي يرفع يده من فضلكم. الذي يظن أن كورونا مؤامرة ولا يوجد شيء اسمه كورونا يرفع يده. في حد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فيه. شكرا. أرأيتم؟ هناك اختلاف في الآراء حول ماذا؟ حول شيء حسي المجهر يستطيع أن يجيب عنه، بمعنى أن الأمور الحسية التي يمكن للمجهر أن يجيب عنها ينبغي أن تضيق فيها دوائر الاختلاف بين الناس. لكن ربما الذي أدى إلى هذا الاختلاف ضعف الثقة بين الناس وبين ما يقال لهم، ربما الحاجة التي يعيشها البعض في نفسه إلى التصديق بكل ما يشير إلى التآمر، ربما التجربة التي مرت علينا بأن شعوب يتآمر عليها منذ عقود في منطقتنا منذ الاحتلال وما يحصل، ربما لأن هناك فضائح تهز كثير مما كان يظن أنه ثوابت من قيم إنسانية موجودة. هذه منها. ما الذي أريد أن أصل إليه من هذا السؤال؟ هو أن الجائحة على وشك أن تنتهي مرحلة الصدمة فيها، الخارطة الجينية انتهي منها، الآن التطعيم مقبل، العلاج إن شاء الله سيقبل، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. ولكن هناك أسئلة ينبغي أن نقف عندها، لا نكون مستهلكي واقع. تعرفون مستهلكي الواقع يا شباب؟ تعرفون مستهلكي الواقع؟ الذي يتعامل مع ما يجري يوما بيوم فقط بحالة ردة الفعل. حصلت مشكلة، ماذا يقال عنها؟ أنا موقفي كذا، لا أنا ضد الفكرة هذه، أنا مع، فقط حالة ردة الفعل. نحن أمة اقرأ التي ينبغي أن تفكر، ينبغي أن تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ قلوب لا يفقهون بها يتفكرون، لعلكم تتفكرون. قل سيروا في الأرض فانظروا. نحن الأمة التي أمرت أن تعمل هذا الفكر في حياتها، فلا ينبغي أن نعيش حالة ردة الفعل فقط. ولهذا أود أن أقول لكم شيئا، هناك شيء ينبغي أن نقف عنده، وهو ما يمكن أن نصطلح على تسميته بأسئلة كورونا. أسئلة كورونا ليست فقط الأسئلة الاقتصادية والبنية التحتية التي نسمع عنها في نشرات الأخبار حول الدول الكبرى التي فشلت عند الصدمة الأولى أو التي كشفت الجائحة عن عوار الأنظمة الصحية لديها والأنظمة الاجتماعية البنية التحتية بسبب الرأسمالية المتطرفة. كلام جعلص، ها؟ واضح ولا مش واضح الكلام؟ يعني أمشي على هذا المستوى ولا أبسط أكثر يا شباب؟ ها؟ واضح. الدول سمعنا بالكلام عنها أن انكشفت سوءتها، عورتها. الدول الأكثر تقدماً والأكثر غناً في العالم والأكثر تطوراً والأكثر امتلاكاً لأدوات التقدم والبنى التحتية انكشف عوارها. هذا ليس هو الذي أريد أن أطرحه الآن ضمن أسئلة كورونا، لكن هناك شيء اسمه الأسئلة الفلسفية لكورونا يا شباب. ما هي الأسئلة الفلسفية لكورونا؟ هل القيم والأخلاق الإنسانية المعاصرة في مرحلة ما بعد الحداثة التي نعيشها اليوم بالفعل هي قيم راسخة في النفوس؟ أتكلم عن المجتمعات التي لنا عقود ونحن يقال لنا أنها مجتمعات متقدمة وأننا نحن معاشر المتخلفين. صحيح قد تكون متقدمة تقنياً في كثير من جوانبها أو في أكثر جوانبها، ولديها جوانب من التقدم الآدمي الإنساني، لكن في أسئلة طرحتها الجائحة. من هذه الأسئلة، ما السبب على سبيل المثال
أن نسبة العنف ضد المرأة أيام الحجر المنزلي في ألمانيا زادت أكثر من 35%. ألمانيا دولة غاية في التطور فيما يتعلق حتى بالقيم الإنسانية من بعد عام 45. الشعب الألماني أعاد يهتم بمفهوم حقوق الإنسان، يهتم بالإنسانية. لكن ما الذي حصل بعد الرحلة الطويلة في حقوق المرأة، بعد سن القوانين الحازمة والجازمة؟ هذا سؤال يطرحه كورونا. ليس السؤال في ذاته هو سؤال النسبة 35%، وفي غير ألمانيا من الدول، حتى الدول الاسكندنافية شهدت ارتفاع في حالات التعدي العنف ضد المرأة في المنزل في أيام الحجر المنزلي. ليس هو هذا السؤال، أريد سؤال أعمق يا شباب. تعرفون ما هو السؤال الأعمق؟ ما هي منهجية تبني القيم؟ أهي مجرد أفكار يتواطأ عليها البشر؟ كنا نتذاكر في المكتب في انتظار مجيء رئيس الجامعة حفظه الله، فقال لي الدكتور، الاسم الكريم الدكتور عبد العاطي، قال كلمة عجيبة، قال عقيدة، لأن المسألة لم تبنى على العقيدة، بنيت على بعض القناعات المرنة القابلة للتأرجح لكنها لم تترسخ. طيب يجي واحد يقول طب أنتم يا أصحاب العقيدة، الضرب المرأة وكل علقة أشد من الثاني وإساءات أنا لا أتكلم عن سلوكياتنا النابعة عن أحوال تخلفنا نحن عن عقيدتنا، أنا أتكلم عما نعيشه كلنا اليوم في عصر ما بعد الحداثة. حتى من لم يقرأ عما بعد الحداثة، حتى من لم يؤمن بما بعد الحداثة، حتى من يعارض ما بعد الحداثة، هو يفكر ويتنفس ويتعامل ويتصرف وفقاً لحالة ما بعد الحداثة، وهي بالمناسبة كما قلنا في غير ما مر حالة آيلة للسقوط الآن في العالم، والعالم سينتقل إلى مرحلة بعد ما بعد الحداثة، ونحن إلى الآن لم نشارك العالم في ذلك في صناعة الفكر. فهذا سؤال الفلسفي، أين القيم؟ كيف يمكن أن توضع القيم؟ كيف يمكن أن تؤسس القيم؟ السؤال الثاني، أما آل البشرية أن تفكر في ربط القيم بالسماء مرة أخرى؟ هذا يعيدنا إلى السؤال عن الوسطية التي ذكرت. لما حصل التطاول على الجناب النبوي الشريف ثم حصل الذبح في فرنسا، شهدنا التطرف من الجهتين، تطرف باسم الدين يدعو إلى الهياج، بل يدعو إلى استغلال هذه المسألة سياسيا. فبعض الدول التي كانت بالأمس تتضامن مع فرنسا في أيام قتل الرسامين أصبحت تدعو لمقاطعة فرنسا. أنا هنا لست مع أو ضد المقاطعة، حق من حقوق الناس، زي ما لهم حرية التعبير في السب والشتم والرسم، حق الناس أن تعبر، حرية التعبير عن الدعوة إلى المقاطعة. لكن هو السؤال، هذا حرية وهذا حرية، وصدام إلى أين ستصل الناس؟ هذا وجه من التطرف حصل، تطرف باسم الدين، باسم نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذبح تأييد للذبح، أذى، وتطرف آخر قليلاً ما تم التركيز عليه، وهو التطرف العلماني، لا أقول العلمانية، التطرف العلماني، كما أني لا أقول الإسلام، التطرف الإسلاموي ليس الإسلام، التطرف العلماني الفرنسي الذي هو أشد أنواع التطرف في تاريخ العلمانية، الذي هو معاداة للدين وليس موائمة مع الدين، معاداة لأن يكون للدين دور في الحياة العامة، جعل النقاش في اللهجة الدارجة في مصر يسموه إيش، حوار الطرش أو الطرشان، ولا ها أطرش وأطرش ويحاوروا بعض، صايحون بينهم، لا هذا يسمع هذا ولا هذا يسمع هذا، بمعنى الكل يصرخ دون أن يسمع. طبعا الطرش أو الأصم أرقى بكثير حالة، لأنه لم يختر أن يكون كذلك، هو إنسان راقي مبتلى، لكن هذا الإنسان الذي يسمع ويصيح فقط فهو حوار من هذا النوع، هذا متطرف وهذا متطرف، هذا يقول أنا حريتي ومبادئ الجمهورية الفرنسية. طيب هذه مبادئ الجمهورية شيء محلي ومتخلف له 200 سنة لم يتطور، وأنت عندك تعصب وإقصاء ورفض للتنوع ولا تريد التجديد، طالبني أنا أن أجدد ديني إلى درجة أن أقبل سب نبيي، فين التقدم الذي تتحدث عنه؟ هذا غاية التخلف.
أنت جمت على ثورة لها كم الآن الثورة الفرنسية؟ 200 سنة؟ ها؟ سنة كم هي الثورة الفرنسية؟ 200 وشوية؟ 200 وشوية. الثورة الفرنسية أكثر من 200 سنة وأنت رافض تعيد النظر. إحنا نفهم إنه كان في مشاكل بينه وبين الكنيسة هناك الكاثوليكية اللي في فرنسا والإقطاعيين والملكية و فوصلوا إلى هذه الحالة ورفعت الشعارات خنق آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس، يعني حتى داعش ما فكروا بالطريقة دي. 17,000 راس قطعوا بالمقصلة فيهم نساء وأطفال في أيام ما سمي بإرهاب الثورة الفرنسية، هذا موجود. لكن خلاص العالم تجاوز هذه المسألة، لم يعد هناك خوف من عودة سلطة الكنيسة الفرنسية عليكم، ثم لم تعود المسألة محلية فرنسا. اليوم أنتم لكم سنين تخاطبون بأن العالم أصبح قرية عالمية واحدة، صح؟ طيب خلاص احترموا أن هناك قرية، أن هناك ما يقرب من 2 مليار إنسان يتأذون من هذا، وليس أذن بسيطا. أنا عندي أن أقتل أحب إلي من أن أسمع سوءا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن أقتل، انتبهوا، وهذا الفارق. أن أقتل أهون علي من أن أسمع سوءا في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما يقال لك أن الناس إلى هذه الدرجة يتأذون ثم لا تبالي، معنى أنت عندك مشكلة في ثقافتك، عندك عنجهية وتطرف يقابلها عنجهية وتطرف هذا اللي يذهب ويذبح ويقتل ويفجر بدعوى نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفا شرع الرسول في ذلك. أنا قلت ما في محاضرة واسترسلت قليلا، أنا آسف، أكتفي بهذا القدر. لكن هناك أسئلة للكورونا وهناك جزء آخر وهو الأسئلة الشخصية في كورونا، حالي مع الله وحالك مع الله. كورونا كشفت عن قصر الدنيا الذي قيل لنا عنه الكثير في كتاب الله وسنة رسوله، كشفت لنا عن قرب الموت أكثر مما يتوقع كل واحد منا. كل امرئ مصبح في رحله والموت أدنى من شراك نعله. كشفت عن ضعف الإنسان، عن جزع الإنسان، كشفت عن جبن داخلي في كل واحد منا بنسب متفاوتة، كشفت عن عدم قدرة على ضبط النفس. التزمنا 2-3-4 وبعدين يا ملينا خلاص، كله خلع ومشى، بمعنى التململ من الالتزام، عدم الرغبة في الالتزام. فكورونا كانت كاشفة عن أشياء غير المرض نفسه، كاشفة عن أحوال قلوبنا مع الله. هل نشعر بالناس؟ وهذا ما أختم به قبل فتح باب الأسئلة. سؤال: لماذا تلبس الكمامة الذي يلبس الكمامة؟ هناك من يلبس الكمامة ليحمي نفسه من الآخرين، من مصاب يمر بجانبه، وهذا مشروع بالطبع، حقه، بل ينبغي أن يصون نفسه. لكن هناك من يلبس الكمامة ليصون الآخرين من نفسه. انتبهوا، انتبهوا يا شباب، هناك من يلبس الكمامة ليصون نفسه من الآخرين، وهذا حقه ومشروع ومرغوب. لكن هناك من يلبس الكمامة ليصون الآخرين من نفسه، ربما لا قدر الله يصاب ولا تظهر آثار المرض فيه أو تظهر متأخرا ويكون حاملا للفيروس فينقله للآخرين. ما الفرق بين الاثنين يا شباب؟ فكرتوا في هذا؟ ما الفرق بين الاثنين؟ خلونا نستفتح النقاش، أريد واحد يلفت نظري، ما الفرق بين الاثنين؟ تفضلوا، تفضل، تفضلي، أي تفضل، في مكبر صوت عندكم هنا يا شباب سريعا، تفضلي. ما الفرق بين الاثنين؟ هو يمكن طبعا الجمع بين المقصدين، لكن أنا أسأل هنا ما الفرق بين الاثنين. هو أنا شايفة أن الأولاني هو بيفكر الأول في نفسه، فهو يعني بعض ما أناني شوية أو مش أناني، هو خايف على نفسه الأول. لكن الثاني هو بيفكر في الكل، يعني بيفكر في مصلحة العامة أكتر. الأول يفكر في نفسه فقط، الثاني يفكر في الآخرين، هذا معنى نحن نحتاج إليه. تفضل. أنا أعتقد أن الفرق بينهم هو موضوع النية. الفعل الواحد النفس الإنسان ممكن يعمله ممكن باختلاف نيته،
ياخد عليه أجر واحد اللي هو بيفيد به نفسه أو بيحمي نفسه، وممكن بنيته دي تكون سبب في أنه هو يعني يكون له جزاء ويكون له فضل كبير عند ربنا زي أي عمل بنعمله في حياتنا، وهو جمع بالنية أنه هو بيحمي نفسه وبيحمي الناس من نفسه. أحسنت، بارك الله فيك. الإجابة الأولى كانت إيش؟ الأول فكر في نفسه والثاني فكر في الإيه؟ في الآخرين. والإجابة الثانية أن الثاني ربما ينال أيضا أجرا أكبر لأنه فكر في حماية الآخرين. أحد عنده جواب آخر؟ ها؟ تفضل تفضل. كالفرق بين، نعم أحسنت، قال الفرق بينهما كالفرق بين العابد والعالم. العابد نفعه لازم والعالم نفعه متعدن، أليس كذلك؟ زين.